مسألة لبس الكمامة، الجهات الصحية توصي بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند وجود التجمعات أو المخالطة. ويرد السؤال عن حكم لبس الكمامة، عن حكم لبس الكمامة أثناء الصلاة. طيب، لبس الكمامة أثناء الصلاة غاية ما فيه أنه تغطية للفم والأنف، وصلاة المصلي وقد غطى فمه أو أنفه أو صلى متلثما تكلم عنها الفقهاء السابقون، وغاية ما قالوا فيها أنها مكروهة، فالحكم فيها الكراهة، لكن تزول الكراهة في الوقت الحاضر بالحاجة، تزول الكراهة في الوقت الحاضر بوجود الحاجة، فالحاجة قائمة للبس الكمامة في أثناء الصلاة، ولذلك نقول لا حرج في لبس الكمامة أثناء الصلاة من غير كراهة. لكن لو كان الإنسان يصلي وحده، يعني مثلا يصلي السنة الراتبة في البيت وحده ونحو ذلك، لا حاجة للبس الكمامة. لكن لو كان يصلي في المسجد فلا بأس بلبس الكمامة أثناء الصلاة.